مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة بفضله ورحمته مثوانا ومثواكم. أيها الأفاضل، كيف حالكم مع البركات والرحمات في شهر الخيرات؟ كيف حالكم مع طاعاتكم لله سبحانه وتعالى؟ أيها الأفاضل، من منن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعلم ويعرفه من هو الله سبحانه وتعالى. ونحن في رحاب الله سبحانه وتعالى وبادئ ذي بدء، لابد على كل مسلم أن يعرف من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى الذي يعبده ويدعوه ويرجو ما عنده ويخاف عذابه وعقابه، يصوم النهار ويقيم الليل ويقرأ القرآن ويتقرب إليه بالطاعات. لما؟ لأنه يحبه، والله سبحانه أثنى على من أحبه وهم المؤمنين الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن فمن هو الله سبحانه وتعالى؟ الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله سبحانه يقول عن نفسه واصفا عظمته وكبرياءه، قال سبحانه وبحمده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله وهو أصدق القائلين سبحانه. شهد الله سبحانه بالوحدانية أنه واحد أحد فرد صمد، ثم أشهد الملائكة على ذلك، وشهد المؤمنون الصادقون في الدنيا كلها أنه إله واحد. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه وعن كبريائه وعظمته وقدرته وملكه فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين. الله قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، الله سبحانه حكمه هو أحكم الحاكمين، عدله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، لا يظلم أحد سبحانه وبحمده. الله جل جلاله يصف نفسه بأسماء الحسنى لندعوه به ونرجو خير ما عنده، فقال سبحانه متحدثا عن عظمته وقدرته، فقال: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله العظيم الحكيم. الله من أسمائه السلام، ومن أسمائه الملك، ومن أسمائه القدوس، ومن أسمائه الجبار المؤمن المهيمن العزيز سبحانه وبحمده. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل جلاله لا ينام، انتبه، ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه
بصره سبحانه وتعالى. الله ذكر لفظ الله عز وجل في المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم إلى أن وصل إلى 890 مرة. انظر إلى العظمة وإلى الجمال. فما بالنا إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى، إذا عرفنا الله سبحانه وعرفنا قدرته الذي قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلن نبخل أبدا بالدعاء. إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى أنه الجبار الذي يجبر بقلوبنا فلن نبخل أبدا أن نرجو خير ما عنده. إذا علمنا أن الله هو المعين وهو الوكيل فلن ننسى أبدا أن ندعوه أن يعيننا على صلاتنا وعلى طاعتنا. أنه إذا عرفنا أن من أسمائه الشافي فلن نبخل أبدا أن ندعو الله عز وجل أن يشفينا وأن يرفع البلاء عنا وعن بلادنا وعن بلاد الدنيا جميعا. الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. تعالوا بنا لننزل على مائدة الأسماء والصفات لنعلم من هو الله سبحانه، ما معنى اسم الله الشافي، وما معنى الجبار، وما معنى السلام، وما معنى الغفور الرحيم، غيرها وغيرها. في رحاب الله نلتقي، وعلى طاعة الله وسنة نبيه نرتقي، على شاشة المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بخير، وعلى طاعة الله أكرم وأقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا وتولى أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا إلى طاعتك، وتوفنا يا ربنا وأنت راض عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، إنك بكل جزيل كفيل، وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بفضلك وكرمك عذاب النار. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير.